محمد علي ياسين الشهير القنج ذراء والشيخ إبراهيم. أشكر الدكتور علي عبدالعال ابن عمي برضو، أشكره على الإنجازات اللي عملها، الكوبري بتاع أسوان والكوبري اللي عمله هنا ذا قريب وكل الحاجة وأطلاق الشمسية، وأشكره على جميع الإنجازات اللي عملها في 5 سنوات اللي قادمة، وأتمنى له 5 سنوات إن شاء الله قادمة بإذن الله وعلى خدمات العملة في البلد عامة. الرحمن الرحيم، معاكم محمد ركابي طاهر من ضراء ونجا العرب. نتكلم اليوم النهاردة ونتحدث عن قيمة وقيمة وقامة تاريخية وقانونية ودستورية، ألا وهو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. الدكتور علي عبد العال هو ابن من أبناء مركز ضراء، المشهود لهم بالكفاءة والمشهود لهم بالقيمة العالية، ولقد أنجز في الدورة البرلمانية في خلال توليه رئاسة مجلس النواب من بدايته من عام 2015 إلى نهاية الدورة وكانت بالأمس عام 2020، من ضمن الإنجازات محور ضراو كلافشة. محور ضراو حيربط نهر النيل بالشرق بالغرب، مما يساهم ويوفر في عملية الحركة المرورية للمواطنين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تغطية طرع الضراو. تغطية طرع الضراو دي بمسافة لا تقل عن 3-4 كيلو، حيث تبدأ من منحنى الشيخ موسى شمالا وتنتهي جنوبا عند محطة سكك حديد ضراو. التغطية كانت منذ فترة كبيرة لم يلتفت إليها أحد. عندما تولى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قام مجهودا ومشكورا بتغطية هذه الترعة، مما أدى إلى عدم وجود أمراض وعدم تكاثر الأمراض الأوبئة زي الناموس والحشرات الضارة بالمجتمع والناس، وأنشأ عليها مجتمع حضاري جديد، جنائن ومتنزهات. كذلك مدخل المدينة أصبح واجهة لمدينة ضراو، لكل من يدخلها. دي من ضمن إنجازات الدكتور علي عبد العال. الدكتور علي عبد العال أيضا له إنجازات كثيرة وعديدة، من ضمنها تغطية طلعة الطويس. طلعة الطويس تبدأ من جبان الضراو وتنتهي إلى الشيخ إبراهيم أيضا. ومن ضمن إنجازاته سفلتة المدينة، في بعض الطرق كانت لا توجد مسفلتة، وقام مشكورا بالاتصال مع الوزراء المعنيين بتعديل الطرق داخل مدينة ضراء. فالدكتور علي عبد العال بنوجه له الشكر على الدورة البرلمانية المشهودة له بالكفاءة، فهو رئيس مجلس النواب وأدار مجلس النواب بحكمة واقتدار. ديار جاد الله، مركز مدينة ضراء، بلد ومسقط الدكتور علي عبد العال، بنوجه له الشكر في هذه اللحظات العصيبة من الدورة اللي أداها وقام بيها، وإحنا راضين ومقتنعين بالإنجازات والشغل اللي عاملينه علشان خاطر مركز ضراء وأسوان عامة. وإحنا بنقول له شكرا على هذه اللحظات التي قضيتموها وشرعتم وأديتم واجبكم، ونحن راضيون عن أدائكم، والله الموفق والمستعان.